شوفوا منا مكان لذيذ. طلعوا 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 القعدة. فشتين اسمه فاتح؟ ايه فاتح. يا حياتي حنفوت ناكل عند فشتينز. بالشتاء هذا المكان بعقد. انا سمعت عنه كتير، حكولي عنه كتير، بس ولا مره سائبت قدرت اجي لعنده. هلا في بيهايند ذا بليس ا فيري اميزنج ستوري عن جد، وبيستاهل كل الدعم وكل شيء واحد لازم يوقف حده، لانه في اسباب معينه لصاحب المكان قد ايه تعذب وشو عمل وشو سوى لفتح المكان، وبعدين صار معه قصص كتير ما بتصير مع حدا. عم بحكي جد معكم. فشتيل ليك شو مهضوم طبعا بالشتاء، قعده مخيفه من اجمل الاماكن اللي موجوده هون بمينا راشد. هاي دون براذر، يو جايز ار اوبن؟ يا اوه بتفوتوا هيك. شو هاو ار يو؟ Good afternoon. شو مهضوم. Check this out. Love it. Where is your best table? قديه المكان رائع. قديه الفايبس حلوة. قديش القعدة مهضومة. قديش هيك مكنكن ومهضوم. والرسمات كأنه قديم بالبحر. يعني أنا حدي هيك هون تونة، لامبر جاك، هامر شارك، ريف شارك، تيرتلز، وأنا بالنص. عشق إلى البحر. يلا عدوا. How's life in fish tails? Why fish tails? Everything is about tails of the fish or no? Head also? All right, girl, all right. Since we are in Fishtail, ومكان للأسماك اللي فريش الطازجة، قاعدين على مينا راشد، أيامينا البحر، من أجمل الأعداد، رواء المكان هيك حلو ومهضوم، مكان كان صغير، بعقد الفايبس رهيبة، سوبر أميزينج، وإن شاء الله يكون الفود كتير قوي. أنا سمعت عن المكان كتير، كتير من أصحابي قالوا لازم جربه، في وراء ستوري، في وراء قصة. They deserve the support, they deserve so many things. خلينا نفوت. عطي, I need your help. Stay next to me. Let me have classic hummus, fattoush, Octopus Provençal. You have Bizri? Hiding, I know, you're right. No Bizri. Tayyip. You have lady fish? How much is the lady finger? 99 per kilo. Okay, make half a kilo. Where is the shrimp here? But how do you do it? Show me. And lemon garlic. Let's have this, but not spice. Okay, how much is the shrimp? 10 dirham per piece. 10 dirham per piece. Yeah. This is the shrimp. That's jumbo. Yeah. This is the lady fish. How many pieces like it will come? 30, perfect. So let me have pick the small one, because lady fish, the smallest is the better. Half a kilo. And let me have about 6 pieces of shrimp. Amazing. Fish. حبة الفتوش على الرواء، كالاماري، حمص، شكل بعقل. نبلش ناكل ولا بنترك شوي؟ اوكتوبس بروفنسال. والله الاوكتوبس بروفنسال شكله كتير حلو. ها اول شيء بنبلش بالفتوش. فتوش مبين عليه فريش 100%، خضره اذا ما كانت فريش. رائع رائع. حبة الكالاماري، حبة الكالاماري، تضربوا لي اياها هيك. طريم، طعمتها حلوه. البريد تبعها بعقد. تارتر صوص حلو، نفسي بشو بالاوكتوبس. الاوكتوبس لازم يكون مثل البسكوت. الاوكتوبس مش مثل البسكوت في مشكله. بس بس طعمه الحامض، الصوص السبايسي بقلبها. او ماي جاد، او ماي جاد. برونز، بروفنسال برونز. شوفوا لي منا برونيات. يا حياتي، يا عيني على برونز هيك، يا عين. شوفوا لي منا قطعة. الصوص تبعها بالعقل، سوبر بالانس، بيرفكت. طعمة السبايسز بقلبها رائعة رائعة. فيش تيل وسيادية. So what type of fish on it؟ حمور؟ And this sauce؟ Fish tail sauce. الأكل سوبر فريش، سوبر بيت، الطعم، النكهة، صراحة It's so good. خليكم معي، خليكم معي هيك. رائع رائع. Thank you. إنه الليدي فيش، السمكة اللي بحبها الفرايد اللي بتعقد، السمكة صغيرة بتعقد. أنا هيدي من الأسماك المفضلة عندي. طبعا في أسماك كتيرة بس لما أحكي فرايد أنا هاي بحبها. شوفوا لي منا طبق شو لذيذ. شوفوا، لا لحظة، على فكرة هاي بتتاكل هيك هيك، بدكم فرجيكم كيف تتاكل أو أنا كيف بحبها، ولا أبسط من هيك. شوفوا لي السمكة شو رائعة، الليدي فيش، شوفوا لي الألوان، شوفوا لي الجمال، تضربوها هيك، حنشيل الراس، هيدي ما فيها حسك على فكرة، حسكاتها كتير بسيطين، سوبر بسيطين. ها؟ شوفوا منا سمكة، شوفوا منا سمكة. يا ويلي، شو هالسمكة الرائعة؟
من اساس قلي السمك. شوفوا اللون سوبر جولدن، مش محروقه، مش بنيه، مش صايره سوداء. شوفوا قلبها تبقى من جوا طريه جوسي، من برا كريسبي، طعمتها بتجنن، مبهره بطريقه بسيطه جدا. هيدي الليدي فيش ولا ابسط من هيك. اوقات بتروحوا على محلات هيدا الكلر ما بتلاقوه، بتصير بنيه قد ما الزيت قديم، وبيقلوا وبيقلوا مش ليتحترق السمكه، للسمكه تنط من الزيت وتقول دخيل الله انا احترقت. Love it. The watermelon with orange juice. مهدومي هيك بتفرفشوا بعد السمك. المكان اللي أنا فيه سيرفس بعقل، أكل كتير حلو، موظفين رائعين، بس أمانة بتكونوا بمينا راشد تمرقوا، لأنه المكان بحاجة لسبورت. ولما أقول بحاجة لسبورت أنا ما عم بطلب منكم سبورت لأنه مكان أو لأني بعرفه أو لأني مطعم، لا، لأنه في ستوري بيهايند صاحب المكان، عمره بإيده، سواه بإيده، صار معه ظرف كتير صعب. ولما احكي ظرف كتير صعب ان شاء الله يا رب الله ييسر عمره ويقومه بالسلامة. في ناس ممكن ما بتحكي، في ناس ما حدا بيعرف عنها، في ناس ممكن ما فيها تحكي، ما فيها تقول، او ما في حدا سمع قصتها. رجاء تجوا لهون تقعدوا قولوا طيب، افوردبل، اسعاره حلوة، اكله رائع، نظيف، الموظفين مهضومين، الضحكة على وشهم بجنن. وبعدين بس تعرفوا القصة حتعرفوا ليش انا عاملكم. The money of this go for something really good. So we should pick few. I love it. They're so good. So we got the turtle, mermaid, whale shark is my favorite. And I want something so special. Tell me, you pick starfish. Get me one special. This. Here we go. We'll pick those. How much is those? Is it one? Oh, yeah. Nice. So cute. You take a look at my baby. Take them out of souvenir. And you help someone.